تحتفل الثورة قامت عشان الظلم والتمييز والقهر اللي هم شايفينه، كل حاجة هم شايفينها في كانوا شايفينها قامت علشانها. أعتقد أن الأمن المصري استخدم كل الوسائل اللي ممكن يستخدمها لقمع الثورة المصرية، سواء من اعتقال الشباب، سواء كان من تعذيبهم، سواء كان من استخدام القنابل المسيلة للدموع واستخدام الرصاص المطاطي، في حين كان في تجاهل في الوقت ده تام من الوكلاء من التلفزيون المحلي. The people is using their power against an army forces, against killing machines, and they are not armed or having any weapons. Only their bodies and their cameras. كان كل واحد ماشي في الثورة ومشارك فيها، مش بس بيشارك بأن هو كونه في المظاهرة أو في الثورة، على قد ما هو كان بيشارك بنقل الأخبار اللي بتحصل. كان بمجرد أن هو بس بيستخدم الموبايل الصغير اللي معاه كان بيقدر أن هو ينقل الأخبار فضاء غير محدود من الناس، والخبر كان بينتشر بمنتهى السرعة. هي قادرة على التغيير. عمري ما هنسى الفيديوهات اللي كانت بتحفزنا ان احنا ننزل يوم 25. الفيديوهات دي انا شايفه ان هي اللي نزلت غالبيه الشباب للشوارع، لانه حسوا انه مش هينفع نسكت اكتر من كده. فما زال لحد دلوقتي الاستخدام النيو ميديا، سواء كان في مرحله الثوره او مرحله البناء ما بعد الثوره، الاستخدام الاعلام الحديث استخدام اساسي. الجيش، قوات الجيش بتهاجم متظاهرين بضرب النار، بتفرقهم بضرب النار. Army forces passed by civilians. They are hiding. They return. You can see. And they attack the civilians. See? Listen to this. الفيديو ده من يوم 8 ابريل. 8 ابريل ده كان بعد تنحي مبارك بشهرين. زمان كانوا بيرموا علينا قنابل غاز ويرشونا بالميه، دلوقتي بقى يضربوا علينا بالرصاص. The head of the regime went, but the regime is still existing. So the revolution is not over. It's an ongoing long process to rebuild and restruct the whole system that we are living in. But now the main challenge Egyptians are facing is the army. Do we have many records and events where the army was involved in violating people's rights. In Egypt today, activists face real challenges. Because video is an essential tool in their campaigns, witnesses focused on supporting them to use it effectively and strategically, to amplify grassroots voices, to document human rights violations, and to secure justice and reform. The people do not really understand what is going on. They are understanding only from the government point of view, from the Egyptian television. We want to make our own message, our own video advocacy, to raise the voice of the victims. Witnesses supporting activists on the ground, helping them get their message out to those who have the power to create change, with the hopes that the original demands of the revolution are honored. عيش حرية كرامة إنسانية. يعني انا شايفه ان في الوقت ده احنا محتاجين دوت ان احنا نعمل سواء فيديوهات، وشايفه ان الفتره الجايه يعني هتكون ليها تاثير كبير جدا. الاحصائيات بتقول ان في عايزه البلد تبتدي في مرحله جديده في حياتها، يعني ان هي تبقى دوله مدنيه، والاهم انه يكون فيها دوله قائمين عليها بيؤمنوا بحق كل انسان في الحريه وفي الديمقراطيه وفي المساواه وفي العدل.